دانا اختاري خلينا نشوف شنو الفويس نوت اللي بيطلع لك. ستة. اوكي الاغنيه اللي طلعت لك بالفويس نوت رقم 6 تقول خلاص اخذت القرار يعني هيك وباختصار يلي بده يبقى يبقى واللي بده يفل بالضبط اختصر علي كلام وايد وانا بدي فل. خليني عايل اقول لك شنو الفويس نوت اللي وصل لي. هو فويس نوت كان انا دازة قبل 5 شهور فرديت سمعته لاني كنت بسكر المحادثة للأبد، فقلت خل اسمع قبل 6 شهور انا شنو كنت قايل بهالفويس نوت. يعني سمعت صوتي، سمعت كلامي، سمعت الاحساس اللي بقلبي تجاه الشخص اللي انا دازله الفويس نوت. قلت الله ايش كثر الايام تغير، ايش كثر الواحد ممكن انه يختلف. استوعبت انه الرسائل اللي في يوم من الأيام كنا خايفين إن احنا نمسحها اليوم صار عادي فقدانها، والمحادثات اللي حفظناها في قلبنا قبل لا نحفظها في هواتفنا اليوم صارت عادي لو مسحت، والكلمات اللي كانت تجمعنا مع ناس نحبهم صرنا ما نبي نرددها ولا حتى نبي نسمعها. والسبب أني لما سمعت الفويس نوت اللي أنا كنت دازة كنت قاعد أقول كلمة واحدة، قاعد أقول الله لا يبين غلاك عندي، الله لا يراويني يوم بغيابك. اليوم أنا قاعد أسمع هالرسالة نفسها وأنا عارف غلا عندي لأنه غاب. أحياناً من كثر ما إحنا نحب شخص أن عظمه لدرجة أن عبالنا أنه هو مصدر الأمن والأمان والراحة والسعادة والحب بحياتنا، هل في يوم من الأيام فكرت لو هذا الإنسان يغيب عن حياتك شلون ممكن حياتك تتغير للأحسن؟ ما فكرت لين ما صار معاك الموضوع واقعي وفعلي. عادة لما نتذكر الناس اللي غابوا من حياتنا نتذكرهم بشوق ولهفة ونعيش دور انت مسكن وضايق خلقنا، احنا ما نستاهل والدنيا غدرت فينا وتعبتنا وليش كذي صار وانظلمنا والحنة والبتشي والدراما اللي لها أول ما لها آخر. اصحى شوي استوعب انت وين اليوم بعد غياب هالناس. في ناس صج ظلمونا وصج احنا مساكين وصج ما نستاهل، بس بقعد انوح ليل ونهار ما اعيش حياتي؟ يا حبيبي استوعب لو يوم واحد ابتسم لك بس بسبب غيابهم فأنت معناته كنت مضيع هاليوم بقربهم وراضي أن الدمعة على خدك تسيل لأن هم موجودين. أنا غير مؤمن بالجملة اللي تقول نار قربهم ولا جنة بعادهم. لا حبيبي لا يا روحي، ما لا داعي أعيش بنار أحد، ليش أرضى أني أتعذب عشان أكون بقرب إنسان ما هو لا يحبني من الأساس؟ ما لازم أتعذب ولا لازم اني انا اعيش بهم وغم وضيقه، المفروض انه هو اللي يخلق لي الجنه في حياتي معاه والراحه. بس اما هذه سالفه لا 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 خلني على مينوني. اوكي يعني تعترف ان انت مينون، تعترف ان انت مينون وانت قاعد تحكم على نفسك ليل نهار يوم بعد يوم اسبوع باسبوع بشهر وامتدت سنين في ان انت كل يوم تعيش نفس المعاناه مع نفس الشخص لانك خايف تعيش بدونه، لأنك خايف أن أنت تشوف باكر، لأنك أضعف من أنك تعيش حياة أنت تستاهلها. عيل عيش الحياة اللي هم يبونك تعيشها وابتش كثر ما تبي وانت بحظك اللي بيدك تغيره وانت ما تبي. اي نعم رسالة واحدة بس سمعت صوتي ايش كثر كان متشفق ومتلهف على أوادم، استوعبت أن سعادتي ببعدهم وما عرفت إلا لما طعنوني. يا بني آدم كل واحد قاعد يسمع، هل لازم ننطر لين ننطعن بدون لا ندرس كل البوادر اللي كانت تقول بأن احنا بيوم من الأيام بننطعن؟ هل لازم أن احنا ننخان بدون لا ندرس كل الخيانات اللي حصلت قبل؟ هل لازم بأن احنا ننهان مع أن احنا طوفنا الهيانات الصغيرة بحكم الميانة وأن احنا نحبهم والطوف لأن ما نقدر نعيش بدونهم؟ هل لازم توصل الكبيرة
تتعب بالكبيرة، تروح لأكبر أنواع الهيانة والخيانة والتعب والحرمان والذل عشان تقول لا بس أنا خلاص كذي ما فيني أعيش. يا سلام، وينك من الأول؟ وين من لما كنت أنت تستحق أنك تعيش حياة لايقة على مقامك؟ اليوم أقدر أقول التالي، واليوم وصلت حق قناعة بالتالي: كثر ما أتعب عليك مو بكيفك، غصباً عليك تتعب علي. وإذا أنت عايزان أنك تتعب علي، وإذا أنت شايف أني ما أستاهل أنك تتعب علي، حبيبي الباب ياسع على جمل. الباب اللي دخلك حياتي يطلع منك ومن حياتي من غير مطرود. روح روح برا، ماني بعازة ناس تلون حياتي بلون ما أبي أشوفه. أنا ما أعيش في مرحلة رمادية، أنا يا أما أبيض وأعيش بسلام، يا أما أسود أسود عليك حياتك. تفضل بالراحة.